بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 62 من دروس قراءة وشرح كتاب النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنهما ورحمهما الله تعالى، ونفعنا بعلومهما. اللهم آمين آمين آمين. ولازلنا أحبتي في الله في الباب الذي عقده الإمام مسلم بعنوان باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. ووصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما أبو الحويرث الذي قال مالك إنه ليس بثقة، فهو بضم الحاء المهملة يعني، واسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن الحويرث الأنصاري الزرقي المدني. قال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك إنه ليس بثقة، وقال: روى عنه شعبة، وذكره البخاري في تاريخه ولم يتكلم فيه. قال: وكان شعبة يقول فيه أبو الجويرية. وحكى الحاكم أبو أحمد هذا القول، ثم قال: وهو وهم. أبو الجويرية وهم، وأبو الحويرث. قال: وأما، أي النووي رحمه الله تعالى، وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب وقال مالك ليس هو بثقة، فهو شعبة القرشي الهاشمي المدني، أبو عبد الله، وقيل أبو يحيى، مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعفه كثيرون مع مالك، وقال أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين ليس به بأس. قال ابن عدي: ولم أجد له حديثا منكرا. وأما ابن أبي ذئب هذا علامة، وأما ابن أبي ذئب فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن. شوفوا، قالوا ابن أبي ذئب، نشوف وين أبو ذئب بأجداده. قال: فهو السيد الجليل ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، هذا جد جده، واسمه هشام ابن شعبة ابن عبد الله القرشي العامري المدني، فهو منسوب إلى جد جده. وأما حرام ابن عثمان
في عندنا ترى حزام وفي حرام وفي خرام وفي ما علينا، لكن هو الضبط كله مهمل، حروف مهملة. وأما حرام بن عثمان الذي قال مالك ليس هو بثقة، فهو بفتح الحاء وبالراء. قال البخاري هو أنصاري سلمي منكر الحديث. قال الزبير كان يتشيع، روى عن ابن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الصحابي المعروف، هذا حرام، روى عن ابن جابر. وقال النسائي هو مدني ضعيف. قال الإمام النووي قوله أي قول مسلم وسألته يعني مالكا عن رجل، فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا تصريح من مالك رحمه الله تعالى بأن من أدخله في كتابه فهو ثقة، فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك. هو بيقول بما إنك ما شفته بكتابي إذا ما لو وجدت، لو كان ثقة لوجدته في كتابي. هذا تصريح بأن من أدخله مالك في كتابي هم ثقات، لكن عند غيره ربما إذا ما شفنا أحمد صح وثق أناسا ضعفهم مالك. ما هو عند مالك من ذكر في كتابه بناء على هذه المقولة من مالك رحمه الله تعالى فهو ثقة عنده. قال فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك، وقد لا يكون ثقة عند غيره. وقد اختلف العلماء، وهذه مسألة جديدة، الرواية عن المجهول. وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن مجهول. في جماعة قالوا يا عم كل الناس خير وبركة والأصل عدالة المسلم من هذا الكلام، لكن هذا مش صحيح، هذا رواية حديث، هذه لابد أن يكون هناك توثيق للراوي. وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن مجهول هل يكون تعديلا له، فذهب بعضهم إلى أنه تعديل، وذهب الجماهير، وهذا هو الصواب كما قال النووي رحمه الله تعالى، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل، وهذا هو الصواب، فإنه قد يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به بل للاعتبار، قد يكون حديث شاهد استئناس يعني، والاستشهاد أو لغير ذلك. أما إذا قال مثل قول مالك أو نحوه، فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل. أما إذا قال أخبرني الثقة، دي مسألة جديدة، يعني إذا كان الإمام مالك قال أنا ما أدخلته في كتابي ثقة وروى عن مجهول، فبكون هذا المجهول ثقة عند مالك. هذا طب إذا قال أخبرني الثقة هذا توثيق عنده مش عند غيره. طب إذا قال أخبرني الثقة فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب، لأنه يمكن يجرح بشيء لا يراه القائل تجريحا. يعني على سبيل المثال واحد حنفي رأى حنفيا ماسك إيد زوجته وداخل على الحرم وهو ماسك إيده بيدها، لو رآه شافعي يقول هذا فاسق، كيف يصلي بلا وضوء؟ كيف يا إمامنا الشافعي أنت هذا الشافعي؟ يقول يا أخي لمس المرأة ناقض للوضوء، بس الإمام أبو حنيفة قال ليس بناقض، والرجل قناعته أنه ليس ناقض، ولهذا قال كما قال فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب. وأسم طبعا هنا مش ما كلام فقهي، كلام في الجرح والتعديل وأسباب الجرح على المختار. فأما من لا يوافقه، يعني بعضهم يرى شيئا مجرح أو يجرح وبعضهم لا يراه، قال فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه، لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا ونحن نراه جارحا، فإن أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها، وربما
لو ذكر أو لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله، أي قول مسلم، عن شرحبيل ابن سعد وكان متهما. سبق أن ذكرنا أن شرحبيل أو الإيل هذه شرحب في وراها إيل، الإيل هذه علامة على أعجمية العلم، مثل عزرا إيل، جبرا إيل، إسرافيل، إسرائيل. يقول النووي قد قدمنا أن شرحبيل اسم عجمي واضح، لأنه في إيل هذه لا ينصرف، وكان شرحبيل هذا من أئمة المغازي، بداية حياته كان ما شاء الله عنه، يعني عين الله عليه، لكن المشكلة كبر وتجاوزت به العمر وبلغ من العمر عتيا، فأصابه شبه خرف، شبه خرف، فترك الناس حديثه. لكن هذا كان رجل عالم في المغازي، قال من أئمة المغازي. قال سفيان ابن عيينة لم يكن أحد أعلم منه بالمغازي، فاحتاج، كبر وافتقر واحتاج إلى بعض المال، وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئا يسيرا يتقوت به يمشي حاله، فلم يعطه، أكل هوى هذا إذا ما أعطاه، قال أن يقول له لم يشهد أبوك بدرا. يمكن يكون أبو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بس خلص يعني الخرف والكبر. قال كانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئا فلم يعطه أن يقول لم يشهد أبوك بدرا. قال غير سفيان كان شرحبيل مولى للأنصار، وهو مدني كنيته أبو سعد. قال محمد بن سعد كان شيخا قديما، قديما يعني أدرك كبار الصحابة، قديما أدرك كبار الصحابة، روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما قلنا زيد بن ثابت وما قلنا رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله. وروى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعامة أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وبقي إلى آخر الزمان، يعني طول، حتى اختلط خلاص يعني ضيع، واحتاج حاجة شديدة، افتقر وليس يحتج به، خلاص لأنه ما ميزنا بين قوله في شبابه وقوله في شيخوخته، فتركنا حديثه كاملا. قوله أي قول الإمام مسلم النووي، يقول قوله أي قول مسلم ابن قهزاذ عن الطالقاني تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا. قوله لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر. شوف زمان ما كانوا يكتبوا بالنقط، ولهذا عبد الله بن محرر ولا ابن محزر ولا ابن محرز ولا ابن مجرر ولا ابن مجرز ولا مجزر محتار، ولهذا كان لابد من ضبطه بالكلمات. ولهذا قال بين أن ألقى عبد الله ابن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، ومحرر بضم الميم، ميم مش قاف ولا فاء، طيب وفتح الحاء، لما قال وفتح الحاء المهملة إذن لا خاء ولا جيم، ومحى محى، وفتح الحاء المهملة وبالراء المكررة، مش تقول لي رياض محرز زي لاعب الجزائري محرز، لا مش محرز، محرر وبالراء المكررة الأولى مفتوحة، مش محرر على صفة يعني اسم مفعول، محرر وبالراء المكررة الأولى مفتوحة، وقد تقدم في أول الكتاب. قوله قال زيد يعني ابن أبي أنيسة، أنيسة ولا أنيسة؟ لا أنيسة،
أنيس، أنيسه، لا تأخذوا عن أخي. يا الله، ما أروع رجال الحديث، يعني زي ما روي عن علي بن المديني، وكان أبوه محدثا، لكن أبوه حفظه مش كثير، ثقة من حيث الأمانة، لكن الضبط حيث العدالة كويس، ومن حيث الضبط مش ولا بد. فسألوا عبد الله يا علي بن المديني: ما تقول في أبيك؟ سمعة أبوه ولا الدين؟ لا والله، يقدم الدين. فأطرق قليلا ثم قال: هو الدين، إنه ضعيف. أبوه قال هو الضعيف. ولهذا شو بقول هذا زيد ابن أبي أنيسة: لا تأخذ عن أخوي، أخوي مش ثقة، مش يعني ليس ضابطا. قال: أما أنيسة، يشرح الإمام النووي، أما أنيسة فبضم الهمزة وفتح النون، واسم أبي أنيسة زيد، وأما الأخ المذكور فاسمه يحيى، وهو المذكور في الرواية الأخرى، وهو جزري يروي عن الزهري وعمرو بن شعبة، عفوا، عمرو بن شعيب، وهو ضعيف. عشان هيك قال: لا تروى عن أخي. قال البخاري: ليس هو بذاك. وقال النسائي: ضعيف متروك. وقال النسائي: ضعيف متروك الحديث. وأما أخوه زيد فثقة جليل، احتج به البخاري ومسلم. قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، فقيها راوية للعلم. يعني هذا يدلنا على مدى أمانة رجال الحديث، على مدى أمانتهم، جزاهم الله تعالى خيرا عن هذه الأمة وعن هذا الدين وعن حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيرا. قوله الإمام النووي يقول: قوله، أي قول مسلم: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثني عبد السلام الوابصي. أما الدورقي فتقدم بيانه في وسط هذا الباب، وأما الوابصي فبكسر الباء الموحدة. شوف كمان هذا نفس الشيء تكرر، لأنه مش واثي، يعني باء موحدة، لا هي نون، مش الوانصي ولا تاء، ولا باء موحدة، وبالصاد المهملة عشان ما تكون ضاد، وهو عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد الرحمن ابن وابصة ابن معبد الأسدي، أبو الفضل الرقي، الرقي من الرقة، الله يفرج على أهل الرقة إن شاء الله تعالى، الرقي بفتح الراء، قاضي الرقة وحران وحلب، يعني كان قاضي في أكثر من منطقة، قاضي الرقة وحران وحلب، وقضى ببغداد. قال الإمام النووي: قوله، أي قول مسلم، ذكر فرقد، ذكر على المبني للمجهول، مش ذكر فرقد، لا، فرقد نائب فاعل، ذكر فرقد عند أيوب، ذكر فرقد عند أيوب فقال: ليس بصاحب حديث. فرقد وفتح القاف، وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة والموحدة اللي هي الباء، لما يقول موحدة خلاص باء، السبخي يعني فتح السين، وبالقاء سبخة البصرة،
منسوب إلى سبخة البصرة، أبو يعقوب التابعي العابد لا يحتج بحديثه، عابد عابد لكن ضبطه مش ولا بد، لا يحتج بحديثه عند أهل الحديث لكونه ليس صنعته، أيوة لكونه يعني لكون الحديث، أو ليس الحديث صنعته، هذا لأنه في اختصاص، هو ليس من أصحاب الاختصاص، مش مثل أيامنا هاي تقعد بمضافة بجلسة بالدين بيحكوا، بالهندسة بيحكوا، بالطب بيحكوا، بالفلك بيحكوا، بالسياسة بيحكوا، ولا لا يا أخي تخصصك احكي تخصص، يعني بتكون بروفيسور بالطب، بتكون بروفيسور في الطب لا تحكي بتصليح الثلاجات، تكون بروفيسور في الهندسة لا تسولف بالقانون، هيك. ولهذا رفضوا حديثه، ومع يعني مع عبادته تابع وتقب الصحابة وعابد وتقي وزاهد، لكن عمو الحديث مش شغلتك، الحديث مش شغلتك. قال التابعي العابد لا يحتج بحديثه، مش لأنهم اكتشفوا عليه كذب، قال عند أهل الحديث لكونه ليس صنعته كما قدمناه في قوله لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. تلاقي طبيب بيتكلم بالأنساب، مهندس بيتكلم بالقانون، قانوني بيتكلم بالطب. يا عمي احكي بتخصصك، احنا دوبنا تخصصك يلا متقنه انت، يعني ناخذ به، صير تتكلم في كل فن وفي كل علم. وقال يحيى ابن معين في رواية عنه ثقة، في رواية عن ابن معين قال ثقة، ثقة يعني انه عدل، لكن المحدثين ما اخذوا حديثه لعدم اختصاصه بهذا قوله. فضعفه جدا، هو بكسر الجيم جدا، بكسر فضعفه جدا يعني بالغ في تضعيفه، هو بكسر الجيم، وهو مصدر جدة، جدة يجد جدا، ومعناه تضعيفا بليغا، يعني زي ما قلنا بالغ في تضعيفه. قوله سمعت يحيى ابن سعيد القطان ضعّف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعّف يحيى ابن موسى ابن دينار، وقال حديثه ريح، وقال حديثه ريح يعني ما بتمسكها، وضعّف موسى ابن دهقان، وعيسى ابن أبي عيسى المدني، هكذا وقع في الأصول كلها. وضعف يحيى ابن موسى بإثبات لفظة ابن بين يحيى وموسى، وهو غلط بلا شك، والصواب حذفها أو حذفها، والصواب حذفها، كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغساني الجياني. نعيد قوله، من بدنا نعيده حتى يعني تستوعبوا المسألة. سمعت يحيى ابن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير، هاي واحد، وعبد الأعلى وضعف يحيى ابن موسى ابن دينار، يحيى ابن موسى ابن دينار، وقال حديثه ريح، وضعف موسى ابن الدهقان وعيسى ابن أبي عيسى المدني، هكذا وقع في الأصول كلها. وضعف يحيى ابن موسى بإثبات لفظة ابن بين يحيى وموسى، وهو غلط بلا شك، والصواب حذفها، كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغساني الجياني وجماعات آخرون، والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم. ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولاً.
فضعف يحيى ابن سعيد، يحيى فاعل، يحيى ابنه، طبعا هنا يحيى ما بنقدر نحط لها ضمة، فهي يحيى ابن سعيد هو الفاعل، ضعف يحيى ابن سعيد حكيم ابن جبير وعبد الأعلى وموسى ابن دينار وموسى ابن الدهقان وعيسى، وكل هؤلاء متفق على ضعفهم، وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة، فأما حكيم فأسدي كوفي متشيع، قال أبو حاتم الرازي هو غال في التشيع، وقيل لعبد الرحمن ابن مهدي ولشعبة لما تركتما حديث حكيم؟ قال نخاف النار. وأما عبد الأعلى فهو ابن عامر الثعالبي بالمثلثة الكوفي، وأما موسى ابن دينار فمكي يروي عن سالم، سالم موسى ابن دينار، سالم مولى ابن عمر أو ابن عبد الله ابن عمر، نافع مولاه وسالم ابنه، قال فمكي يروي عن سالم، قاله النسائي. وأما موسى ابن الدهقان فبصري يروي عن ابن كعب بن مالك، والدهقان بكسر الدال. وأما عيسى ابن أبي عيسى فهو عيسى ابن ميسرة أبو موسى، ويقال أبو محمد الغفاري المدني، أصله كوفي، يقال له الخياط والحناط والخباط، يقال له الخياط والحناط، حنوط يعني، والخباط، الأول إلى الخياطة والثاني إلى الحنطة، مش حنوط، حنطة، والثالث إلى الخبط. قال يحيى ابن معين كان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. قوله نكتفي بهذا القدر، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واحقن دماءهم وأوقف الحرب عنهم، اللهم تقبل شهداءهم وعاف مبتلاهم واشف جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تلطف بهم، اللهم الطف بهم، اللهم يا ربنا انصرهم على أعدائهم واحقن دماءهم، اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أكرمنا يا ربنا، اللهم انصر إخواننا الذين يدافعون عن أمن بلادنا وعن حدودها من الفاسدين والمفسدين والإرهابيين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.